الموبايل ده هو الوان بلس نورد 2، نزل من سنتين، مش سنتين، تمام، نزل من سنتين ونص بالظبط. والغريب جدا انه افضل في الجيمنج من الريلمي 12 برو بلس اللي لسه نازل، سبحانه. حسيته في الصور مقارب ليه جدا، ما عدا بس في الالوان الغامقه بتحسه افتح درجه، ولكن الالوان الفاتحه بتحسها طالعه زي ما انت شايفها بالظبط. حتى مقارب ليه في الاداء جدا، ما عدا بس نقطه واحده هقولها لكم كمان شويه. انا طارق مجدي، والنهارده هتكلم عن الموبايل التحفه ده. عجبني جدا تصميم العلبة باللون الاسود مع كلمة نورد، بتدي الوان مع انعكاسات الضوء جميلة جدا، وطريقة الفتح الغريبة جدا اللي ما شفتهاش قبل كده، مكلفة بجد، وخامات التصنيع كويسة جدا. لا لا، مفيش انبورسر النهاردة، الموبايل ليه زمن، يعني اكيد معاك او مع حد قريبك. ممتاز جدا، برغم انه اندرويد 11 ولكن بيديني تجربة متكاملة جدا، ما لاحظتش اي لاج او تعليق او الجهاز تقيل، لا لا نهائي، سريع جدا في الحركة والسكرول في التطبيقات وفتح وقفل التطبيقات مش طبيعي، برغم انه 90 هرتز بس مش 120، مع المعالج الجامد دايمنسيتي 1200 ومعالج الرسوميات مالي جي 77 ام سي 9، عامل تجربة متكاملة جدا. ما جربتوش على بابجي بس هو 60 فريم، جربت على لعبة تقيلة في الجرافيك اسمها اونر اوف كينجز، عامل 60 فريم عالي وشغالة ممتاز جدا، مفيش لاج تقريبا. جربت على حاجة اسمها الخارق، مش عارف ايه الاسامي الغريبة دي، عمل 60 فريم برضو، بس في لاج حتى في فتح اللعبة، الجيم بيكون شغال تمام بس اي حركة زيادة بيحصل لاج، وتحس ان اللعبة شبه وقفت لحظات وكملت تاني. جربت على لعبة اسمها بوليت ايكو عشان بحبها جدا، عمل برضو 60 فريم مستريح وكان سريع وسلس جدا، مفيش اي مشكلة واجهتني في اللعبة. المميز في اللعبة واللي خلاني اجربها اكتر انها سريعة جدا، لسه بسمي الله الاقي نفسي خسرت، ما بتلحقش تعمل حاجة حرفيا، انت ممكن تتوتر من الجيم بس. وعشان يقدم لك تجربة العاب متكاملة لازم يكون ليه نظام تبريد كويس، فهو النظام بتاعه كويس في الالعاب المتوسطة، ما تحسش ان في حرارة. المفروض في الخريطة دي ان احنا بنتقدم شوية لحد لما بنوصل للبرج الاخير ده ونفجره تقريبا، يعني فعلا مفيش حد غيري فعلا، يعني ما كدبتش. تعرض احد اطرافك للتلاشي من هناك. انا مستنيك، انا واقف لك، مش هتحرك، ارجع ورا، ارجع ورا. والله بستغرب بيسيب كل الناس وبيجي يضرب فيا انا. بس شوف داي، شوف داي، بعرف انشن. الحمد لله مش واخد اللي باله مني، الحمد لله. جامد، بقى التيم في ثلاثة. حبيبي والله بيشاور لي، يعني مضحي ودرع كمان. لا 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 لا، اصبر يا ولد. بص بص، شوف دي طلقة واحدة ومع السلامة. شفت؟ بص 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 بص، هيموت هيموت هيموت، هو ده هو ده. العب بسرعه، لوش وجهه، تعالى يا ولد يا قليل الادب. هوب هوب، يلا يلا، مين تاني مين تاني مين تاني يا جدعان يا صاحبي، صاحبي بموت. يلا بسرعه 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 بسرعه، مش هاخد باله مش هاخد باله. هوب هوب، يلا يلا. ابص انا جاي لك انت بقى، والله ما اسيبك يا ولد. اصبر، السرعه دي انا تقريبا خلصت الجيم لوحدي، والله انا بلعب لوحدي، والله حاسس اني بلعب لوحدي. الميزة ان انت ممكن تسعف صاحبك لو مات، يعني بس انا ما كنتش هسعفه بصراحة. عيب والله، والله عيب والله، تسعفني قدام الناس كده، عيب. بص بص بص، شوف داي شوف داي شوف داي، اسرع دور حرفيا. ده الدور اللي بسميه يعني شبه صعب شوية، ليه بقى؟ تلاقي بيطلع لك ناس غريبة في اوقات غريبة. مش هسيب لك سلاح، مش هسيب لك حاجة، تعالى خد هنا اهو 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 اهو. ده بيزود لك الحجم بتاع الدرع شوية. صعب انت، ما فيش غيري ولا ايه؟ مش عارف والله، وعمال بيلف عليا انا بس. المفروض ده بيزود لك حاجة اسمها اختراق الدروع، شوية اسامي غريبة عربية ملهاش اي معنى. هتحس هنا لل
تحس هنا ان اللغة العربية معاقة شوية، ده بيزود الخزنة. ما بستخدموش بصراحة، لا هي خزنة واحدة والله وبرون وكفاية يعني. احنا بنلعب لوحدنا ولا يا شباب؟ يعني فين الناس؟ أين الناس؟ بص بص بص، شوف شوف الحتة دي، بص بص هعمل مفاجأة صادمة. بص 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 الحتة دي، على السلامة يا صاحبي. يلا مين التالت بقى؟ يلا أنا مستنيكم، أنا فاضلكم أهو أهو. داي بص بص بص، شوف داي شوف داي، بص الحتة دي، مع السلامة يا صاحبي. عجبني جدا الحواف الصغيرة من فوق ومن تحت مقارنة بالأجيال القديمة، فهو ممتاز جدا وبتاخد تجربة شاشة متكاملة. الألوان الفاتحة مظبوطة، ممكن تلاحظ بس في اللون الأسود إنه مش أسود صريح، يعني درجة فاتحة بسيطة مش ملحوظة. هو شاشته فلات بتيجي من نوع فلويد أموليد بمقاس 6.43 إنش. جميل الحجم ده، مش بفضل أنا الأحجام الكبيرة. والمحل الشاشة أكتر دعمها الـ HDR10 بلس مع تحسين ألوان ممتازة جدا. بالرغم من جمال الشاشة دي، بس الجودة بتاعت فول اتش دي بلس، بس مفيش لا 1.5K ولا 2K، بس ممتازه جدا. والاجمل كمان ان بتدعم تشغيل فيديوهات لحد 4K. الشاشه الجميله دي عليها طبقه حمايه من نوع جوريلا جلاس 5، ممتازه جدا واستحملت خبطات كتيره، وبرغم من استخدامه لفترات طويله بس ما شاء الله ممتازه جدا. باينة كده التردد زي ما قلت في البداية 90 هرتز بس، ولكن سريع وسلس جدا، شبه مفيش لاج خالص. العيب اللي ممكن يضايقك هنا ان التردد ده مش متكيف، فلو شغلته هيأثر على البطارية هتخلص بسرعة. الكاميرا السيلفي موجودة على الجنب، هي كبيرة شوية ولكن التصميم ده انا بحبه. عجبني صوته، واضح مفيش اي تصفير، وكمان محيطي بيشتغل السماعة اللي فوق مع اللي تحت. بص اسمع، الفريم بتاعه من البلاستيك مع زرار الاوضاع المعتاد من وان بلس، واللي اوبو بقت بتقلده حاليا في الفايند اكس 7. الفريم واخد كيرف بسيط من الشاشه، واخد كيرف ممتاز جدا من الظهر، شكله مبهر قوي مع الازاز المصنفر، بيدي لمعات وشكل جميل، حبيته جدا وملمسه ناعم جدا. مكان الكاميرات بارز لفوق شويه، وفي 3 كاميرات والفلاش وسنسور الالوان. في المجمل التصميم عجبني جدا، وخصوصا مع التصميم ده مبهر. من فوق هتلاقي مايك المكالمات، ومن تحت هتلاقي مايك مكالمات تاني، ومدخل شحن تايب سي من نوع 2، والسماعة ومدخل الشريحة. هو بيدعم 2 ولكن واحدة منهم 5G. البصمة ممتازة مفيهاش أي مشكلة، وعجبني أكتر إنها فيها السن التقل شوية، وأنت بتفتح تحس في تناغم وأنت بتفتح مع دخلة الشاشة، وده عجبني جدا في سوفت وير ون بلس. زي ما قلت من شوية، الجميل ده بيدعم أندرويد 11 وبتقدر تحدثه عادي، بس أنا بفضل فيه نسخة الـ 12 سريعة وحلوة جدا. وريت التشغيل بتاعة الأكسجين أو إس 11 و3، وبرضه بيتحدث، بس بفضل أكتر واجهة ال 12. الاتنين مع بعض عاملين تجربة استخدام جميلة. عجبني الرف بتاع ون بلس، تحسه اقرب للايفون في الفكرة، وبتقدر تضيف او تشيل وتعمل فيه اي حاجة. الميزة دي قديمة ولكن بحبها جدا، نقطة التشغيل السريع للابس من البصمة، حرفيا بتسهل عليا كتير في الشغل. ولو انت حد مهم ومشغول دايما، تقدر تحدد استخدامك واوقات لكل حاجة بتعملها من خلال الورك لايف بالانس. الجميل ده بيجي بواي فاي 6، بلوتوث 5.2، وبيدعم NFC بتاع الشرايح والبطاقات. وانت معدي اعمل اشتراك على زر الجرس تقديرا للمجهود الكبير ده، واي كلمة حلوة تشجعني احبك جدا. عجبني في الصور، بيحاول يطلع تفاصيل حلوة بألوان متوازنة، مع كاميرا 50 ميجا بكسل ومثبت بصري ممتاز. حس فيه ان الألوان الغامقة أفتح درجة من الطبيعي، عكس الألوان الفاتحة بحسها طبيعية مش معدل فيها خالص، ولا بحس ان هو مفتح الإضاءة الزيادة. حبيته أكتر في تصوير المنتجات، لأنه بيطلعها مظبوطة وفاتحة جودة كويسة. حتى في الزرع برغم صغره كان قادر ان يطلع تفاصيل ممتازة وواضحة إلى حد كبير. زعلني بصراحة لأنه مفهوش كاميرا زوم، لا تليفوتو ولا بيروسكوب، فالزوم هنا بيتاخد من الكاميرا الأساسية. الكاميرا قادرة إن تعمل 2 إرث زوم ممتاز ولحد 10 إرث زوم ديجيتال. في نقطة الزوم بصراحة مش هفضله، لأن في موبايلات أفضل منه كتير في الزوم. لو جربته على 2 إرث وال5 إرث بيطلع تفاصيل مقبولة، ولكن عند 10 إرث هتلاقي التفاصيل مش واضحة قوي، يعني في تفاصيل ولكن مش الأفضل. عجبني جدا في النايت مود، مطلع تفاصيل كويسة في ظروف إضاءة ضعيفة شبه منعدمة، بس تكون مثبت إيدك وأنت بتصور عشان تطلع كواليتي محترمة. لو إيدك اتحركت ممكن تحس ان
الصورة مهزوزة شوية وخصوصا في إضاءة منخفضة جدا. معاه كاميرا تانية 8 ميجا بكسل الترا وايد بتطلع تفاصيل مقبولة. الوان بلس ممتازة جدا في تصوير الالترا وايد او الصور فائقة الاتساع. الكاميرا الاخيرة ال 2 ميجا بتاعت البورتريه او العمق اللي هي المعتادة في الموبايلات في الفئة دي. كمان بيوصل بتصوير الفيديو لحد 4K 30 فريم كويس مع الحركة ووجود المثبت البصري مثبته الى حد المشي، ولكن لو هتتحرك بسرعة او تجري مش هيكون افضل حاجة. الكاميرا السيلفي مقبولة ولكن مش الافضل، تقدر تصور في اضاءة متوسطة بس. لاحظت في البورتريه انه بياكل الودان خفيف على حسب ظروف الاضاءة، لو منخفضة شوية لو هتصور بيبقى في مصدر اضاءة معقول او نور الشمس هتطلع صور حلوة ممتازة جدا. بيوصل بتصوير الفيديو لحد 1080 30 فريم كويس مع الحركة، مش هتواجه مشكلة فيه. لو هتشغله مع تردد 90 هرتز هتحسه مش افضل حاجه، مش بيديك افضل مده استخدام ليه. باختصارا مش هيكمل معاك يوم كامل، ولكن لو خليته على 60 هرتز هيكمل معاك اليوم كويس جدا وهيستمر فتره استخدام طويله. اللي ضايقني جدا بصراحه ان بطاريته صغيره 4500 ملي امبير، لو كانوا خلوها 5000 كان هيبقى مميز جدا الموبايل ده. اللي عجبني فيه اكتر من البطاريه وهو الشاحن ال 65 واط، قادر يشحنه في نص ساعه بس، وده كويس جدا لحد دلوقتي. لسه في شركات بتحط شواحن 25 واط و 45 واط، مش هتكلم عن سامسونج طبعا. الجميل ده نسخة ال 8 جيجا رام مع مساحة تخزين 128 جيجا، وبينزل منه نسخة 6 ونسخة 12 بس بتردد قديم شوية 2133 ميجا هرتز. اللي معوض ده وهو مساحة التخزين العالية UFS 3.1 فعامل أداء متكامل، بينزل منه مساحة تخزين تانية 256. أنا بالنسبة لي كتجربة متكاملة فهو كويس جدا، ما واجهنيش فيه أي مشكلة، مش بطيء ومش تقيل. باختصار انا عجبني فيه الاداء العام والالعاب، الوان الكاميرات، الوان الصور، الشاشه بتاعته وتفاصيلها، واجهه وان بلس، الاتصال والشبكات، الجراب وتصميمه، واخيرا تصميم الظهر الجميل ده. ما عجبنيش فيه انه بيسخن في الالعاب، وخصوصا لما جربت اونر اوف كينز كنت حاسس بسخونيه شويه برغم انه بيدعم نظام تبريد، ولكن ما حسيتوش الافضل، ممكن عشان اللعبه بجرافيك عالي شويه. تردد ال 90 هرتز وكمان مش متكيف، كنت اتمنى يكون متكيف فيوفر اكتر في البطاريه. تردد الرامات قليل ولكن مش مؤثر على الاداء العام، ما بيدعمش كاميرا زوم. الكاميرا السيلفي مش الافضل، هي كويسة ولكن في افضل منها. هو كموبايل متكامل وكويس وسعره حاليا مقبول جدا، ولكن اتوقف تصنيعه، فانت لو هتشتريه هتشتري استعمال او حد كان شاريه ومخزنه عنده. وقت ما نزل من سنتين ونص كان عامل شغل واداء عالي جدا، تخيل ليه سنتين ونص ولسه متكامل، ما لاحظتش فيه اي لاج او تقيل او اي تعليق حصل فيه. هو في المجمل جميل جدا وعجبني اكتر تصميم الظهر بتاعه، بيدي لمعة مع النور شكله جميل. وانت معدي ما تنساش تنورني على الاربع منصات، الفيسبوك اليوتيوب الانستجرام التيك توك، عشان نكون اسره مع بعضينا وابتدي اوزع هدايا وجوائز كل شويه. نفسي والله. دمتم بخير دائما، سلام.